سيف. يقول انا طول يد وانت بقى على نفسك. خير ان شاء الله. خير خير ان شاء الله. طول يد عندنا في السعوديه متابع عادي. لا تصنع بلحم اللواد مع الشاك. الوجه السب ومدح. قال لك لا تصنع قال لك لا تصنع بلحم لا تصنع بلحم اللواد مع الشاك. تصبح هزيل وسط ربعك كسيري. ان شفت لك رجل انت لاهفت حياك يا مرحبا تعداد حث المسيري. واذا تقافها عنك ويلاك ويلاك استل سيف الغدر بين الجفيري. يوم يقولك شنوها شنوها ما ذكرت. احسن عماني في البرنامج هذا. بعلمك شنو بعلمك يا من تكلمت بنجاك يطلبك بنك للوادم سفيري. هل احد توقع يوم انه بيمون على عثمان جنيدي؟ ليش ما يمونون؟ انا ما توقعت توقعت بقول كذا ايش مرحبا بعمان اهل عمان لين خلاص البرنامج. اكثر واحد خربته معك انت. اي بس اقول كنظره اولى. شوف عثمان لي النظره الشرعيه. عثمان الجنيدي من الشخصيات الذي ياخذ حقه من الحياه. ما يرتاح عثمان لان كذا يجيب تحليله بسيطه.